بنكمل معاكم في مشوار الخير، بنقابل ناس، بنقابل رجاله، الناس الصح، منهم راجل اعتبره اخ وصديق، راجل من جرجه من سوهاج، راجل صعيدي جدع، وعلى الرغم من ان هو كان في مصر هنا عنده شركه مقاولات هو اشقاء، ولكن لم يتخلى يوما عن الجلباب الصعيدي السوهاجي الجميل، حتى كان بيروح فرنسا بيه. الراجل ده قابلناه في عمل خير كبير وجميل في سوهاج في الفرح الجماعي، الحاج عبد اللطيف ابراهيم اللي صورته معايا اللي كان متصور دوت. هنشوف لقطه من الفرح الجماعي بتاع سوهاج اللي كان بيدعمه مع بعض مجموعه رجال الاعمال، ولما جبته على الهوا عمل مشاركه ثانيه. هنشوف واكمل معاكم. مبروك واحنا فرحانين بيكم وفرحانين. اسمح لي ارحب بك يا استاذ طارق عندنا هنا، انت بتعمل البسمه في وجوه بلدنا، ودي بلدنا اللي حق علينا. وارحب بالساده الحضور واهلا وسهلا بكم، وان شاء الله تتكرر الافراح دايما في بلدنا وفي كل المحافظات الصعيد، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يتمم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للحاج عبد اللطيف ابراهيم، سقفوا له سقفه كبيره قوي، وبشكر كل واحد ساهم، كل واحد اتبرع، كل واحد ساعد ال 30 راجل اعمال من اهل سوهاج الطيبين. بقول لهم ده احد الرجاله، بنقول عليهم رجاله، ده راجل كان بيحب الخير، كان مكتبه في شارع العريش، بيجيله السيدات والارامل والايتام يروح هناك كان بيساعدهم. الراجل ده في الفرح اتبرع لكل عريس وعروسه ب 1000 جنيه على ما اعتقد، وهم كان عددهم 100، 100 عريس و100 عروسه، بالاضافه للتبرع اللي كان موجود. كمان اعتقد في مراكز للغسيل الكلوي كانت موجوده هناك في جرجه، وكان بيساهم بشكل كبير. توفاه الله رحمه الله عليه في فرنسا الاسبوع الماضي، ورحت الجنازه وكان معايا السيد محافظ الجيزه، ورحت العزاء كان معانا محافظ الجيزه ومحافظ الغربيه وبعض المحبين، والجنازه بتاعته كانت بالالاف، لانه ساهم وساعد وعمل حاجات كتيره جدا. بقدم تحيه لو تحط صورته تاني يا جماعه لروح هذا الرجل الصعيدي الشهم، لو عايز صورته تبقى ورايا. الحاج عبد اللطيف ابراهيم رحمه الله عليه، وعزائي الاهل سوهاج، واتمنى من السيد محافظ سوهاج انه يتعمل المراكز بقى للغسيل الكلوي دي، ولا مستشفى ولا مدرسه كان بيساعدها، نحط اسمه عليها، لان الراجل ده عمل العشرات بل المئات من اعمال الخير شفناها بعينينا. رحمه الله عليه الحاج عبد اللطيف ابراهيم.